السلام عليكم الشرفة، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معنا في هذه الجولة هذه الطبيعية الرائعة ديال المتجر أو الجامعة القروية بريش، أقواس بريش. حنا ندوزو في مجموعة من المداشر. هاد البلاصة اللي واقف فيها بالضبط المدخل ديال المداشر ديال ولاد خلوف أو قبيلة ولاد خلوف تبع القيادة الحد الغربية، ولكن ضمن مداشر مشيخات ديال جماعة قواس بريش. هنا المصب ديال قرب المصب ديال واد غريفة، وهذيك التلة اللي أمامكم تما كتبدا القبيلة ديال ولاد خلوف اللي كتنتهي على حدود الحد الغربية. وهذا طبعا حنا دابا قاطين الطريق ديال طنجة. دابا حنايا تقريبا واحد 6 أو 7 كيلومتر بعدين على مدينة أصيلة. بريش كتمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة، وواحد الموقع جات فيه قرية ساحلية. طبعا هي بريش كقرية راه كبيرة بزاف، ومقسومة لبزاف ديال الأقسام. بحال هذا المدخل دابا اللي غندخلو على الشمال كيهبط للشاطئ، وعلى ما أظن هذا هو الدوار ديال القواس. ملي نقول لكم في هذا الفيديو هذا المتجر الفلاني، يعني ماشي على سبيل التأكيد، يعني على سبيل الظن، لأني بالضبط ما عارفش بالضبط الاسم ديال كل البلاصة ديال الموقع ديال أي دوار، ولكن عارف الأسماء دياله، وإلا غلطنا صح، خصوصا الناس ديال المنطقة. بحال هاد الجهة هادي أنا كنعرف هاد الدوار ديال الأقواس. حنايا دابا قرابين المصب ديال هنايا كيصب الواد ديال الغريفة، واحد المنظر ما شاء الله. زعما البريش جات في واحد الموقع ما شاء الله، هذه واحد المنطقة منخفضة هنا كيصب الواد غريفة، سبحان الله العظيم واحد المنظر فيه. أنا خصنا نعتنيو بهذه البيئة هذه وهذا الإرث الطبيعي. ودابا حنايا كما قلت لكم بريش راه كبيرة، كاينة بريش العليا بريش السفلية. هنايا حدا المقابر هنايا كما قلت لكم كاينه بريش العليا بريش السفليه. هذا اللي قلت لكم مثلا الجهه ديال القواس. كاين دوار الشقاقره، كاين ولاد علي، كاين الشرفه، كاين بزاف. ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. وكما قلت لكم وكاين واحد المسافة كتفصل بين هاد المداشر والمتشر ديال الكحوشة وعين جديوي. الكحوشة عين بن عمار عين جديوي. دابا حنا باقين حدا القواس، حدا الموقع الأثري القواس والدوار ديال القواس والمقبرة. الله يرحم موتانا وموتاكم جميعا. والبلاصه اللي شفتوني في الاول كاين القبيله ديال ولاد خلوف اللي كتبدا بدوار عم مسعود. كاين بزاف ديال الدواوير، سلسله ديال الدواوير عم مسعود، ولاد يوسف ولاد يوسف القطبيين، ولاد العلاج، ولاد المهدي، بزاف ديال الدواوير ما شاء الله. هذا الترن دايز مشارجي بالسيارات على ما اظن جا من المصنع ديال القنيطره، توجه التصدير لميناء طنجة المتوسط انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط. شوف تبارك الله، شوف. المهم انتم كتستمتعوا معنا بهاد المناظر الخلابة ما شاء الله، زعما واحد الراحة نفسية. انسان سوي طبيعي اللي عنده الفطرة سليمة هو اللي كيرتاح في هاد المناظر بحال هادي. ما شاء الله، الله يرحم موتانا وموتاكم. المقبرة راه كتبان على الطريق،
هادي واحد الباب من الابواب ديالها، الباب الاولية شفناها شفناها. هذا الدوار ديال اعلى ما اظن الشقاقرة، يعني حتى الشقاقرة الشار ديال الشقاقرة جات تبارك الله كبير على حسب اللي قالوا لي. كاين هذيك جهة المسجد اللي جا على الطريق هذيك كاملة على اليمين وعلى الشمال، وهودات هكذا هذيك الشقاقرة. انا زعما الصراحة كان حيي وكان بحرارة، كان حيي الناس اللي باقيين محافظين على التراث، على الشكل ديال البيوت القديمة يعني التقليدية بحال هذا الشكل هذا. زعما الصراحة هذا هو الجمال، هو هذا هو الطبيعة والحاجة طبيعية. إلا ما جبرش الإنسان الراحة ديالو في الطبيعة والهدوء، فين عايش برا في الهدوء والسكينة والراحة البال؟ اللي لا يحرم شي مسلم من هذه النعم هذه. كان اي ضد الناس ديال بريش الله يجازيهم بخير، الناس طيبين الصراحة الله يحفظهم. بس عينك ترتاح بعد هاد الوطا هذا، كي كيبانوا لك مجموعة من الجماعات القروية اللي بعيدة واللي قريبة، بحال قيادة الحد الغربية، المنزلة، وزيد وزيد باقي اللي غنشوفوا المناظر. وهذا الجهة اللي محسوبة على الدوار اللي على البحر. المسجد اللي معروف على الطريق، هذه لقبكم على ما أظن على اليمين والشمال دوار شقاقرة. كتقسموا الطريق على جوج،
الجهة الغربية والجهة الشرقية. نهبط واحد الهبطة على اليمن، ها واحد الإشارة الإخوان. أنا بالنسبة للموضوع ديال واش كاين شي أرض كتباع، واش كاين شي عقار كيتباع ولا هادشي، هذا ما عارفش يا الإخوان. أنا بيدعى دايز بحالي بحالكم.
وهذه الطريق اللي كتدي المداشير اخرين ديال بريش، الكحوشه وعين بن عمار وعين جديوي الى الحدود ديال الجامع ديال حجر النحل والمنزله الى اخره. ومورا هاد التله هادي كاين فوق هاد التله كاين الكحوشه وعين بن عمار وعين جديوي. كنشكركم على البقاء ديالكم معنا ونتلاقاو في اقرب فرصه ان شاء الله.